عقود وصفقات جديدة سيتم إبرامها وأخرى ستفعل بين الجزائر ونيجيريا في قطاع المحروقات، البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى اهتمام نيجيريا بتبادل ومقايضة السلع مع أسواق مدن الجنوب الحدودية في الجزائر. الجزائر ونيجيريا لديهم علاقات سياسية هي من بين الأحسن في إفريقيا، لكن المشكلة أن من يحرك العلاقات اليوم هو القطاع الخاص، وللأسف فثمة فجوة بين رجال الأعمال. نعمل على تقريبهما بين رجال الأعمال الجزائريين والنيجيريين. ثمة طريق العابر للصحراء وقد تم الانتهاء من أجزائه في نيجيريا والجزائر، ولم يتبقى إلا مسافة 240 كيلومتر في دولة النيجر التي تفصل بيننا. سيتم تمويلها من طرف البنك الدولي والبنك الإسلامي، والطرق مهمة جدا في الحركية الاقتصادية. حديث القائم بالأعمال النيجيري لشروق نيوز جاء على هامش الحديث عن طقوس وعادات الشعب النيجيري في شهر رمضان، حيث تعد نيجيريا أكبر بلد مسلم في القارة السمراء من حيث الكثافة السكانية. ثمة أيضا أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي سينطلق من نيجيريا ويعبر دولة النيجر ليصل إلى الجزائر ومنه إلى أوروبا، وهو ما سيستفيد منه الجميع. نيجيريا تصنف على أنها البلد الثالث عشر المستهلك للبلاط الأرضي والمستخدم في الجدران عالميا، وعندكم في الجزائر شركات مهمة في الصيف بومرداس بدأت في إجراء دراسة للسوق النيجيرية. إضافة إلى هذا، فقد زرت العام الماضي ولاية تمنراست، وقد وجدت أن قرابة 70% من السلع التي تباع أصلها نيجيريا من الخضر والفواكه الاستوائية والعسل. أعتقد أننا إذا وجدنا من سيجلبها بكميات كبيرة ستنتعش التجارة فيما بيننا. توثقت العلاقات الجزائرية النيجيرية مطلع الألفية الحالية ضمن محور نيباد بقيادة الجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، لكن حالة من الفتور تنتظر إعادة تنشيطها من أجل الاستفادة من علاقات جنوب جنوب.